ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي. أهلا ومرحبا بك سيد أديب. بداية، بعد أن سيطر الجيش الحر المدعوم من تركيا على عفرين، هل استقرت الأمور للجيش الحر أم أنه يلزم القوات تدابير أو يلزمها تدابير أخرى حتى تستقر الأوضاع العسكرية هناك برأيكم؟ نعم، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حياك الله. حقيقة تحتاج الأمور إلى بعض الوقت لتستقر الأمور هناك. الجيش الحر بالتعاون مع الجيش التركي استطاع تحرير يعني عفرين بوقت دعني أقول قياسي. هناك غرفة عمليات مشتركة. الآن بعد تحرير عفرين تجري الآن عمليات تمشيط للمنطقة، وهناك الكثير من الألغام يجب إزالتها. وبعد إزالة الألغام ويعني تمشيط المنطقة بشكل كامل، يعمل الآن على إيجاد مجلس محلي، مجلس عسكري هناك ومجلس محلي لتسير الأمور بالشكل المنطقي من أهالي عفرين. وهذا ما صرحت به القيادة التركية وحتى قيادة الجيش الحر. يعني قيادة الجيش الحر لا تبغي البقاء أو الجيش الحر البقاء في مدينة عفرين، ولا حتى القوات التركية. فقط سيكون هناك مجلس محلي من أهالي مدينة عفرين، ليس لهم أي علاقة مع دول البيكيكا الأحزاب الانفصالية الموجودة قياداتها في جبال قنديل، والتي هربت قبل يعني وصول القوات التركية والجيش الحر إلى المنطقة. وبالتالي حقيقة هذه نقطة يجب أن نلقي الضوء عليها، بأن هذه القيادات الانفصالية تركت عفرين إلى مصيرها بعد أن علمت أنه لا مفر من يعني انسحابها من هناك. وبالتالي لو كانوا حقيقة هم جديرين أن يكونوا قادة لما تركوا أهل عفرين إلى مصيرهم. ولذلك طيب، أعتقد أن حتى الأكراد قد تأذوا كثيرا من وجود البيادة والبيكيكا في داخل مدينة عفرين. الرئيس أردوغان أكد أن تركيا ستلاحق الميليشيات الكردية. برأيكم إلى أي مدى ينوي الأتراك الذهاب أبعد من غرب الفرات؟ وهل عمليا هذا ممكن في ظل حديث في الإعلام الغربي بأن المعركة الحقيقية هي منبج؟ يعني دعني أقول أن يعني بلا شك يعني الرئيس أردوغان والقيادة التركية التي عانت ما عانته منذ عشرات السنين من هذه الأحزاب الانفصالية التي هي بالأساس أسست في تركيا وهي تركيا صرف. وبالتالي أنا أقول المعاناة شديدة، والرئيس أردوغان وقيادة التركية تحاول أن تكون يعني حقيقة تحمي أمنها القومي. وبالتالي أعتقد أن المرحلة القادمة يعني بغض النظر عن التصريحات وسقفها إن اعتبرناه عالي أو منخفض، أقول أن الرئيس أردوغان مصر على المسير في قدما في أن يكون هناك أمان على الحدود التركية بالكامل. ولذلك حتى اتفاقية أضنة بين النظام السوري وبين القيادة التركية تنص على أن يكون هناك يعني شريط 30 كيلومتر يسمح فيه للأتراك بالدخول لمحاربة الإرهابيين داخل الأراضي السورية. ولذلك أنا أقول أردوغان بعتقد هي ستكون على مراحل. المرحلة الأولى الآن انتهت عفرين، سيكون هناك مرحلة لاحقة. أنا أتمنى أن تكون هي تنظيف المنطقة واستعادة المناطق. طيب، تنظيف المنطقة، هل هذا ما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى فتح جبهة أخرى في الشرق من سوريا وهي سنجار؟ هل هذا السبب الذي دعا أردوغان يدعي أو يقول أننا سندخل سنجار إذا لم تتخذ حكومة العبادي أي رادع لحزب العمال الكردستاني؟ أعتقد أن هناك تنسيق بين حكومة العبادي وبين أردوغان. يعني الرئيس أردوغان الحقيقة وخاصة هذه الفترة منذ أشهر حتى الآن، يعني هناك يعني دعني أقول تحركات سياسية على قدر كبير من الأهمية. بمعنى تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في منبج، تنسيق مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في عفرين، هناك تنسيق أيضا حتى مع حكومة العبادي للوصول إلى كل الشريط الحدودي وإلى سنجار حتى. ولذلك أنا أقول هناك تنسيق عالي المستوى حتى مع الحكومة العراقية. هل طيب إذا كان هذا التنسيق موجود، هل سيثق رجب طيب أردوغان في ما ستقول حكومة العبادي، خصوصا أنها مدعومة من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية؟ سيدي الكريم، بالنسبة للرئيس أردوغان قالها كل هو وقالوها كل المسؤولين الأتراك بأنهم لا يثقون لا بحكومة العبادي ولا بالأمريكان ولا بالروس، يحتاجون إلى أفعال وليس إلى أقوال. وبالتالي عندما جاء تيلرسون قالوا نحن نحتاج إلى أفعال وليس إلى أقوال، لكن الأقوال تسبق الأفعال. وبالتالي أنا أقول هناك تنسيق من أجل منبج.
عندما ذهب تيلرسون وأتى يعني وزير خارجية جديد، قالوا سنجري معه حوار أيضا ونتمنى أن يكون نفس التنسيق الذي كان مع تيلرسون. وبالتالي أنا أقول هم يحتاجون إلى الأفعال بعد، يعني عندما نقول اتفقوا هذا لا يعني التنفيذ، هم ينتظرون الأفعال بعد الأقوال. نعم، المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.